وعليكم السلام. يعني يا حاج جنرال، مرحبا اخوي، مش مشكلة. عليكم السلام اخوي، مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله. اوكي الدراري، وعليكم السلام. مرحبا مرحبا الدراري. وعليكم السلام، مرحبا غالي. مرحبا خويا امين، مرحبا خويا. اوكي الدراري، هاد الفيديو هذا جو بونس بانه اهم فيديو غادي نديرو النهار اللي حلي تويتش. جو بونس ما غيكونش طويل بزاف، ماكسيموم غتكون فيها بين 10 دقائق وربع ساعة. كنظن كنظن بانه دي الناس يعني اللي غيلعبوا اير بي لاول مره، او لا اللي ديجا كيلعبوا غيكونوا فيه شنو شي حوايج اللي هي بازيك بانال خصهم لابد يعرفوها باش عارف واش كيديروا في الار بي، شنو باغي من هاد الار بي هذا، شنو هو الار بي. كيف ما وعدتكم بان غيكون مره مره دي فيديو بحال هكا، دابا جو بونس هذا مهم بزاف. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا اخويا حسن. يسهل يكون داون ان شاء الله ونطلقوه. دونك ادعوا من في قوائمكم قوائمكم
دي واحد الطلب صغير الله يرحم لكم الوالدين، الناس اللي كيتفرجوا او الناس اللي غيدخلوا الله يرحم الوالدين، اذا كان ممكن يعني ما يكونوش خوت الاسئله في الشات. كما قلت لكم هذا واحد الفيديو بغيف، حيت اصلا ما احتاجوش تسولوا، ماشي البونس غادي يكون واضح اكثر من القياس اللي ما تسولوا حتى شي حاجه، دونك اصبروا معنا وصافي. ما قاعدش انا نبداو فيها. اوكي بول يودي الله يهديك. دقيقة دراري نعرفو شنو واقع وشاني هنايا، هو ديما كيحمق على هاد العجبان. ورا نحاولوا نبداو هكا وان شاء الله يكون خير. اوكي السلام عليكم جديد، نبداو ان شاء الله. شنو هو الرول بلاي؟ الرول بلاي كيعني باختصار انك كتلعب بيرسوناج حقيقي في شي احداث تقريبا حقيقيه داخل جي تي 5. اذا قبل ما تلعب في اي سيرفر، حاجه مهمه بزاف تعزل البيرسوناج ديالك، اش من سيميه تعطيه، اش من كاركتر تعطيه، شحال من حام تقدر تعطيه، اش من خدمه غتخدمو، اش من طريقه غادي يشد ليغال ولا ايليغال. نعطيكم نصيحة، حاول تحط دي زوبجيكتيف للبيرسوناج ديالك. مثلا اذا كنتي باغي دير غانغستر ولا شاف ديال المافيا ولا شاف ديال غانغ، ما يمكنش امبوسيبل باش انك تكون ظريف مع البوليس، ما يمكنش تكوبيري معاهم. مثلا لقاو عندك بيستول ولا دروغ، ما تبداش تزاوق وترغب حيت حنا فينا بزاف هاد الديفو هذا، واش تهضر مع البوليسي بحال خوك. خاصك تحاول تحترم البيرسوناج اللي داخل بيه، ودير في بالك الا مشاتك شي حاجه تقدر تعوضها،
تقدر تعوضها تعاود تردها الا خدمتي عليها. حيت الا كنتي ضد البوليس ميمكنش هاد الحالة تولي مع البوليس بحال السمن على العسل. هذا ديفو كنديرو حنا بزاف، كنبكيو بزاف على هاد الامور هادي. دونك حاول تحترم ديما داك البيرسوناج اللي عزلتي تلعب به. ما يمكنش دير بيرسوناج مثلا اللي كيخدم في الليغال، يخدم النهار كامل كيفارمي 24 ساعة على 24 ساعة، وكنلاحظو بزاف الناس كيديرو عندهم هاد المشكلة هذا، دير بي عندهم هو الفلوس. ولا دير بيرسوناج اللي ما يقدرش يوصل لداك لي زوبجيكتيف اللي نتا حاط ليه انه يوصل لهم. دونك ملي كتدخل شي سيرفر كتبدا تقاد البيرسوناج ديالك، الوجه ديالو، الحوايج. ما ننصحكش دير بيرسوناج اللي كيشبه شي واحد معروف، يعني ريالمون شي واحد معروف. علاش ما ننصحكش به؟ حيت جامي غادي تقدر توصل ليه في اللي ربي، حيت هذاك البيرسوناج اونيك. يعني واخا تعيا ما عرف شنو غدير في الاربي جامي غتقدر توصل ليه. دونك البيرسوناج اللي هو حقيقي ريالمون حاول تبعد منه، عمرك ما ديرو. تقدر نعطيك نصيحة أخرى، هي دير بيرسوناج ديالك نتا، اختارو وطورو وحاول يكون قريب للكاركتر ديالك باش أي حاجة درتيها في الاربي تجيك ناتشورال. ما ديرش بيرسوناج اللي بعدا غادي تحل فيه وما تقدرش تحترم لي زوبجيكتيف ديالو، ما تقدرش تحترم لي زابيتود ديالو. سمحوا لي انا الفرنسي عندي دايره فحال هكا شويه مشتته، ولكن راكم غتفهموني. يعني حاول دير شي بيرسوناج اللي تختاروه انت، ما كاينش. ويقدر يكون في كاركتر قريب لشي بيرسوناج اللي هو ريال بو قريب ليه، ولكن ما يكونش هذاك البيرسوناج اللي كاين في الواقع. مثلا نعطيكم مثال بسيط باش تفهموا لي علاش كنهضر. مثلا داش بيرسوناج في عمره 50 عام ولا 60 عام، راه ماشي كويرو وماشي فير بلاي وماشي واقعي باش هاد بيرسوناج اللي عندو 50 عام ولا 60 عام غادي يولي ينقص الحيوط ولا يكابري بالموتور ولا يدابز مع اللي صغر منه. امبوسيبل هاد القضية هادي. دونك انت عزلتي تلعب بيرسوناج اللي هو كبير في السن ديالو، دونك غادي تحترم هداك البيرسوناج وهداك السن ديالو، غادي تلعب قدك يواجهك. لي زوبجيكتيف كاين بزاف. لي زوبجيكتيف هو انت انك داخل الار بي دير في بالك بانك غادي توصل تكون شاف ديال 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 شي غانك، شاف ديال شي مافيا. دونك انت لوبجيكتيف ديالك هو تكون شاف ديال غانك، شاف ديال مافيا، باش ما نعاودش نرجع عاوتاني للامور اللي قلتها من قبل. هي انه انت يا لوبجيكتيف ديالك انت داخل انك شاف ديال غانك، منين يشدوك البوليس ما تبقاش تقول لهم الشاف والله ما درت شي حاجه، ولا لقاو عندك بيستولي انا مزوقة الشاف والله العظيم الا دير معنا مزيان وهادي. دونك هاد الامور هادي حاول تكون كويرو مع البيرسوناج اللي عزلتيه. هادو باش القضيه ديال لي زوبجيكتيف اللي هضرنا منهم. دابا كما قلنا عزلنا البيرسوناج، عزلناش من الكاركتر نعطيوه، الفيزاج اللي غادي نعطيوه، لي زوبجيكتيف اللي غادي نعطيوه. اول حاجه من بعد ما كنديروها اولا قبل كاع ما نزلو البيرسوناج ديالنا، ولا بعض المرات حتى من بعد يعني على حسب السيرفر اللي كيكونوا، ننصحك تقرا وتعاود تقرا لي ريغلومون ديال لي سيرفر حتى تحفظهم مزيان. اول سؤال كيجي لاي واحد فينا وهذا مشكلة لنا حنا بزاف، هو اش من سيرفر نلعب فيه؟ كاين سيرفر اكس، كاين سيرفر ايغريك، كاين سيرفر زد. دونك ديما كنتسالو اش من سيرفر، واش هاد السيرفر احسن من هذا، واش هاد السيرفر احسن من الاخر. بالنسبه ليا الجواب بسيط، انا السيرفر كنعزلو على حسب لي ستاف اللي فيه وعلى حسب الناس اللي كيلعبوا فيه واش كيعجبوني ولا لا، على حسب لي ريغلومون اللي فيه، واهم حاجه من هادشي كامل على حسب لي سكريبت اللي فيه. دونك هادو بالنسبه ليا كاين ا و بي و سي و دي، اذا توفرت في سيرفر ندخل نلعب فيه ما عنديش فيه حتى شي مشكل. دونك الا بقيتو عاقل وقلنا كاين لي ستاف، كاين الناس اللي كيلعبوا فيه واش كيعجبوك ولا لا، واش عندك مشاكل معاهم ولا لا، لي ريغلومون ديالو،
واش يمكن لي نحترمهم ولا لا. زائد كاين لي سكريبت اللي فيه. سرينا من بيرسوناج ديالنا ودخلنا بيه للسيرفر. حاول ما تضيعش الوقت شركة الدور كيف ما كيديروا بزاف ديال الناس، ما يخدموا ما يردموا ما يديروا شي حاجه، اي طوموبيله ما نتلهم يشفروها يتمو غادير ويدوروا بحال ما نمشي. حاول تخدم، حاول تهضر مع الناس، دور المدينه، قلب من يجيب فلوس. طبعا على حسب لي زوبجيكتيف اللي غادي تعطي للبيرسوناج ديالك، الطريقه باش تجيب الفلوس. دونك ما ننصحكش تدخل في الليغال بالزربه ولا اللي بغاكاش، حيت اصغر غلطه عقل على هذه، اصغر غلطه غادي ديرها غادي تحسب عليك. علاش بالضبط اصغر غلطه غادي تحسب عليك؟ انت اللي عاد دخلتي للار بي، حيت لي بلاير جداد كيكونوا محظيين اكثر من الاخرين. ونعاود نسولو نقولو علاش، الجواب ديما بسيط، حيت يقدر يكون شي شيتر في هذا البلاير جديد، يقدر يكون واحد اللي ما قراش هذا لو ريغلومون، يقدر يدخل يخسر دي زاكسيون ديال لي بلاير الاخرين. دونك انت اللي غتدخل تلعب اول مره لار بي رد بالك بزاف، لان واحد جوج غادي تبانو بالزربه. دونك رد البال الا كنتي جديد وما ديرش شي حاجه اللي كبر منك. في الاول سير غير دقه دقه اي بستاوي، حيت كيف ما قلنا اي غلط غتبان عليه. نمشيو نشوفو لي ريغلومون ان غروسو مودو اللي يحتاجهم سواء البلاير اللي جديد سواء حتى البلاير اللي خدم. اللي في الاشكال كاين لي بزاف ديال لي بلاير اللي قدام اللي ما عارفينهمش. اول حاجه بغيت نهضر عليها واللي فيها مشكل كبير بزاف هي الميتا جيم. الميتا جيم مشكل ديالها مشكل كبير. الميتا جيم كتعني كتاخد اي انفو خارج اللعبة وتعتمد عليها داخل اللعبة. بحال مثلا كتاخد انفو من ديسكورد، كتاخد انفو من دي ميساج، كتاخد انفو من سكايب، يعني بزاف ديال لي ميتا جيم اللي تقدر تاخد منهم دي زانفو. اذا كنتو صحاب وكتعرفوا من 5 سنين 10 سنين 20 عام 30 عام قرا معاك الى اخره، عمركم تلعبوا في الديسكورد ولا في سكايب. هذا مشكل كنلاحظوه بزاف يعني ما بين الدراري اللي صحاب ولا ماشي صحاب، ولا يكفي انهم يكونوا في جانج وحده ولا في بوليس ولا يعني مجموعين كيبداو يلعبوا في الديسكورد اكثر ما كيلعبوا في الجيم ولا في سكايب ولا في. دونك تعلموا من النهار الاول ان تهضروا في التليفون ديال الجيم، هضروا في الجيم، هضروا في الراديو ديال الجيم، جامي تهضروا في الديسكورد. تعلموا هادي من النهار الاولاني، يعني هادي نصيحه اللي نقدر نعطيكم. يقدر يدخل في الميتا جيم حتى ستريم سنايب، ولكن اذا كنت غادي تاخد انفو اللي غادي تستعمل انت في الار بي ماشي كاع ستريم سنايب، يعني غير شي امور اللي غتستعملها نتايا شخصيا كتسمى ميتا جيم، ما كيتسمى ستريم سنايب، حيت كاين فرق كبير ما بين ستريم سنايب وما بين ميتا جيم. ماشي اي واحد كياخد انفو مثلا من ستريم كتسمى ميتا جيم. اتونسيون، يعني مثلا نعطيكم مثال بسيط. واحد البيرسونا سميتو اكس، جا عندي قال لي كاين واحد البيرسونا سميتو زيد، راه الا مشيتي عندو هاد البيرسوناج اللي سميتو زيد راه عندو موتور كحل كيلبس ديما الكحل وكيهضر بالا، هذاك راه كيبيع لي بيستول. دونك انا كنمشي للكراج الزرق كنمشي نقلب على هاد البيرسوناج حتى كنلقاه كيبان ليا واحد عنده موتور كحل لابس الكحل كيهضر بالا، كنجي نقول له السلام عليكم شريف كي دايرك شي بخير، انت ولي سميتك زيد؟ يقول لي اياه كدير تعرفني؟ لا راه قال لي اكس بان انك انت كتبيع دي بيستول. دونك هادي ميتا جيم، بور ميتا جيم. جو بونس واضحة القضية ديال الميتا جيم بالضبط شنو هي. نمشيو لار دي ام. شنو هو لار دي ام؟ لار دي ام كتعني راندوم ديد ماتش، هي اي حالة كتمشي تقتل فيها شي واحد بلا ريزون بلا سبب. السلام عليكم، خبط هذا الدق وتشنضين كطيحو
دونك باش نقتل شي واحد خصني نكون عارف علاش علاش باغي نقتلو، ونحاول نلعب معاه لا سين بحال نوقف عليه نجبد عليه بيستول ولا موز ونقول له زيد ديك ما تحركش، علاش درتي معايا هكذا وهكذا، ضربتيني داك النهار وهربتي اكسيتيرا. دونك لابد ما تناقش معاه قبل ما تبدا معاه لا سين ديال القتل، ماشي غير كيما قلنا توقف وتجبد عليه موس ولا بيستول وتيري فيه. ان هاد اير ديم بزاف الناس كيعرفوها بالفريكيل. الفي دي ام هو فيكول ديت ماتش، كيعني جميع الحالات اللي كتقتل فيها شي واحد بأوطو ديالك بالطوموبيلة ديالك، واقف كتجي كتنزل عليه تقتلو، اولا كتطلع فوق منه باش ما يتنفش. كاين شي حالات اللي هي رار وكنظن بانها تري كومبليكي، وقتاش ما كيكونش هاد الفي دي ام، اولا كما كيسميوه بزاف الناس كيسميوه كاركيل، وهو ان شي واحد الا جبد عليا بيستولي يعني بالزربه وكان واقف اون فاس معايا في الطوموبيل، يعني ماشي في الجنب ديال الباب، يعني اون فاس معايا كنشوفهم من الباربريز واقف اون فاس، نقدر نحرك الطوموبيل غير نقيسو ويطيح، ولكن ماشي نضربو نقتلو، نقيسو ويطيح جوست باش نخلق هذاك الاسباس او هذاك لو طون باش نقدر نهرب. اتونسيون، راه واخا بالبيستولي ودخل فيه وتقتلو كيتسمى كاركيل او اللي كيتسمى في دي ام. اتونسيون بزاف على القضيه. دوزون نوفير، نوفير بطبيعه الحال بلونغلي هي ما كتخافش، وهو ضد الفير ضد الخوف، وكيعني انك يعني كما قلنا كيعني بانك ما كتخافش. واحد هز عليك بيستول ولا موس والطريقه ديال الهضره ديالك ما تبدلاتش، هذا كيتسمى النوفير. مثلا جيت هزيت انايا انا اكس هزيت بيستولي على زد، وهذا كيقول لي كنقول ليه هزيت ديك، يقول لي دابا نهزها واخا صافي بلا ما تبرزنا صافي صافي راني مزروب. هذا هو النوفير. اتونسيون، راحت بزاف الناس هما كيغلطوا في هذه القضيه ديال النوفير. هذا هو النوفير، اوكي هذا هو النوفير بالضبط، هو ان غير ديك الطريقه ديال الهضره ديالك ما كتبدلش، يعني كتهضر عادي. سيتواسيون ديال النوفير بور هي هادي، وبزاف الناس كيخلطوها مع الباور جيمنج. النوفير اتونسيون، مشو الباور جيمنج باش تفهموا بزاف، باش تفهموني بالضبط علاش كنهضر على هاد النوفير. الباور جيمنج هي اي حاجه كديرها في الجيم اللي امبوسيبل ديرها في الواقع. مثلا كدير راسك ايرون مان في ار بي، كتنقز من شي بلاصه عاديه وما كيوقع لك والو، واحد داز عليك بيستول وانت كتدخل ليه في الكروشيات، ها اللي من ها اللي يسر، انا برأى والديك، فهمت؟ هادي هي الناس اللي كي هادي هاد القضية ديال هز عليك بيستول وانت كتدخل ليه في الكروشيات. بزاف الناس كيخلطوها مع النوفير، هذا راه ماشي النوفير اتونسيون، هذا هو الباور جيمنج. يعني انت راك هو سوبرمان، انت هو باتمان، انت اللي ما كتقتلش، انت اللي ما كيوقع لك والو، انت دونك هادي رب هادي الباور جيمنج. اتونسيون، هاد ريغلومون هادي ربما تسمعوهم لاول مره، يعني بزاف الناس كيخلطوا الباور جيمنج مع النوفير. عقلوا على حاجه مهمه، ان في الار بي كتربح وكتخسر، ويلا خسرتي راه ماشي نهايه العالم، كما قلنا ماشي لابد تربح كاع لي زاكسيون، حيت كنلاحظ هاد المشكلين بزاف، هاد الناس عندهم مشكله ديال وين ار بي اللي من بعد نحاولوا نناقشوا من بعد. ميك شوت اكبر مشكل كاين عندنا في الار بي. قبل ما نهضر على ميك شوت بغيت نشرح شنو هو لي سي ولو سي، راه كنت هضرت عليه ديك المره. لي سي ولو سي هو ان كاركتر اوت اوف كاركتر. اي سي ان كاركتر كتعني داخل الكاركتر ديالك انت يا ذا البيرسوناج، ولا داخل البيرسوناج، هذا هو الاي سي. و او سي كتعني خارج البيرسوناج. مثلا كنكتب في الشاط ديال الجيم، داخل الشاط كنكتب كاين جليتش ديال شي حاجه، انا
كان استغل هاد الجليتش من بعد ما خريجو في الشاط ديال الجيم. اتونسيون يعني انا واحد خونا واقف كنشوفو كيكتب هو في الشاط, كنشوفو يعني ما يمكنليش نشوفو كيكتب في الشاط, كيطلع ليا ميساج بان راه كاين واحد الجليتش في البصمة الفلانية وهادي راه خصو يتقاد. كنمشي انا كنقرا هذاك الشيء اللي مكتوب في الشاط ديال الجيم ياك كيف ما قلنا, وكنمشي نستغل هذاك الجليتش للصالح ديالي. دونك شنو المشكل اللي درت انا؟ انا درت ميتا جيم, انا اللي قريت هذاك الشيء مشيت طبقته, درت ميتا جيم. وانت هذاك خونا اللي كتب داك الشيء في الشاط اشنو دار؟ دار ميك الشاط, يعني هو كتب في الشاط ديال الار بي اللي هو اوت اوف كاركتر, كتب شي حاجه ديال الكاركتر. انا استعملت هذا مشيت ميتا جيم وخدمتها للصالح ديالي. دونك ميك الشاط مهم بزاف على باش نلصقو مع لي سي ومع هو سي. الباني هاب كنا هضرنا عليها هذيك المره ولكن ما فيها باش نذكروا بها, هي تنقز فاود ما تمشى باش توصل بالزربه, حيت عارف ملي كتبدا تجري كتعيا كتبدا تعبس كتبدا تسباو لي كيسباس اسباس اسباس باش تمشي للزربه هادي. الكار سيرف لا فوق السقف ديال لي كاميون والطوموبيلات هما غاديين, ما يمكنش انك ديرو الدرايف باي كتشيري وانت غادي صايغ موتور ولا الطوموبيل ديالك. دونك شي حاجه اللي شي شويه خياليه, يعني ممكن داكشي غير طيح هذاك اللي غنفص معاك ما قالكش تنيش عليه ما يكونش. دونك نكونوا شويه واقعيا. الصوت ديك انا بستريمي خويا, انا ميوتي حتى الساليس هادي وانا معاك. الفايل ار بي بعد ما هضرنا على الدرايف باي قلنا كطلع فوق السقوف ديال الطروبيلات ولا هادي هما غاديين ما يمكنلكش ديرهم. الفايل ار بي شنو هو الفايل ار بي؟ هما كيديروا بزاف هادو, كيديروا البلاير اللي هما جداد. الفايل ار بي حتى القدام الصراحة الله كاين حتى غادي من القدام, ولكن اغلبية هو تخسر ليسين ار بي. فايل ار بي تخسر ليسين ار بي مثلا ما تكمل السين حيت ظلموك ولا حيت فيها اغلاط, ولا هذاك خونا اللي اونفاس معاك مثلا تاخذ شي اوتاج ما فيراش دونك انت كتسعر وهادي كتحبس لاسين, هذا كيتسمى فايل ار بي. يمكن داكشي دير هاد الامور هادي. دونك لاسين كتلعب كيف ما قلنا بالاغلاط ديالها كيف ما بغات تكون. منين تسالي لاسين كاين واحد القضيه عندك سميتها تيكيت, ولا عندك واحد الروم على حساب السيرفر ولا حساب الديسكورد سميتها بوزوان ديت كطلع تشكا, ولكن جامي تحبس لاكسيون, كملها حتى الاخر ديالها وحاول تبقى ان كاركتر, ما تخرجش اوت اوف كاركتر, يعني ما تخرجش بداك البيرسوناج ديالك اللي مريح مور البي سي وخدام كيلعب, يعني اللي هو انا كنهضر معاكم دابا اللي داير ستريم. دونك خليك ديما في الكاركتر ديالك, احترم الكاركتر ديالك والبيرسوناج ديالك. الريفنج كيل, الريفنج كيل من بعد ما كطيح فشي سين بالقرطاس ولا بالموس ويلا كتخرج مع الطبيب كتمشي تنتقم, داك سي با لوجيك. الريفنج كيل نورمالمون خصنا نبعدو عليه وما نحاولوش نديروه. كوندوينو ار بي, كوندوينو ار بي يعني كتسوق بحال جي تي اونلاين بالضبط, هذا هو المعنى ديالها, ما عندها شي معنى واحد اخر. كتزدحم على الحيوط والطوموبيلات والدريفتي بحال الا بوحدك في السيرفر, اولا غادي مثلا وصل المدينه بواحد 200 كيلومتر ولا 300 ولا 250, اللهم الا كانت شي حاله اللي جو بونس بان اورجون بحال البوليس اللي سيرين ولا لي زومبيلونس, هذيك حاجه بوحدها دونك ما نهضروش عليها بزاف. البين ار بي شنو هو هذا البين ار بي؟ البين ار بي البيرسوناج ديالك خصو يتقصح ملي تكون شي سين اللي نورمالمون كتقصح في الريال لايف. دونك ملي كتضرب خاصك تحترم داك الرول بلاي ديالك, خاصك دير راسك بانك تقصحتي بانك كتعرج, حيت الار بي هو البون سونس. اذا كاملين خدمنا البون سونس في الار بي جو بونس هاد كاملين غادي هاد القضيه البون سونس خلاتها الاخر باش نخدم بها. دونك بين ار بي كنظن بانك خصك لابد لا تقصح شي تقصح تبدل المشيه ديالك طحتي بالقرطاس عندك واحد 12 ساعه 24 ساعه وانت كتعرج الى اخره. بين ار بي كنلاحظ بان الناس ما كيلعبوهاش كاع, هي اهم حاجه في هادشي هذا كامل الدراري اللي قلت, اهم حاجه في هادشي هذا كامل ماشي شي حاجه ما كايناش في الريغلومون وعارفينها بانها ممنوعه نديروها, حيت الار بي
dat er erin. كنت طرح اللايف طرح الوالدة بشكل اوكي قلنا اهم حاجه في الشيء هذا كامل مش اي حاجه ما كايناش في ريغلومون الدراري وعارفينها بانها ممنوع نديرها هاد الار بي والبون سونس كما قلت من قبل الا كان ملي خدمنا البون سونس في الار بي كنظن بان غادي نفهموا كاع هاد ريغلومون وغادي نتجنبوا شي حاجه سميتها وين ار بي اللي كيفرع الرول بلاي اون جينيرال غادي نفهمو باننا الى خسرنا شي سين ما كاينلاش نبكيو عفوا يعني الى خسرنا شي سين ما كاينلاش نبكيو ولا كريسينا شي واحد ما كاينلاش نبكيو ولا مشى لينا بيستول ولا اي سلاح ما كاينلاش نبكيو وقلا لها حاجه مهمه اللي دار الذنب السهل العقوبه دراري جو بونس هادو هما لي ريغلومون دو ا زد واللي البلاير جداد بالضبط غادي يقدروا يفهموهم واللي البلاير الخضر بتاعهم يحاولوا يفهموهم جو بونس بلاير خداب كيما قلت هادو مشكل في الميكس شات وفي الان كاركتر واوت واوت اوف كاركتر هاد الساعة هادي جو بونس بأننا نقدر نحبس ستريم وعاود نطلقو من جديد باش نسالي هاد الفيديو هذا وندوز خويا عمي السميلي من بعد ندوز عندك والقضية ديال لي دو نورمالمون كدار بو ديكريغ ليتا ديال شي حاجة اللي ما يقدرش يشوفها لو بيرسو اللي خدام بنا ياك هذاك اخويا في ليبيزود 2 انا غادا نمشي هذا بوست غيكون شوية طويل ديال سلاش مي وسلاش دو وسلاش ام اي ام او هاديك اللي خسرت انايا دونك ثلاثة غادي نحاول نهضروا عليهم ان شاء الله المرة الجاية وغادي يكونوا فيهم الدراري اللي هما لي ستاف يحاولوا يشرحوا لكم شنو هي سلاش مي وسلاش دو حيت كيما قلت لكم هاد سلاش مي وسلاش دو وسلاش غير خلي سلاش مي وسلاش دو بلا ما نهضر على سلاش اي ام سلاش مي وسلاش دو بالنسبة لي انا فلسفة كل واحد كيقدر يعطي التعريف ديالها بوحدو يعني كل واحد كيعرف الطريقة ديالو جامي تقدر تلقى شي تعريف متشابه ما بين لي سيرفر كاملين اوكي نحبس ونطلق بالزربة ستريم والسلام عليكم شكرا الدراري تبارك الله عليكم اسمعوا لي ما جاوبتكمش ما كنتش نقرا كاع الشاط يعني كنعتذر